ماذا عن الاستثمار ومحطات المونوريل الاحمر اللي مزعله حضرتك ووسائل النقل الحديثه؟ احنا حضرتك طبعا المونوريل او ال ار تي او وسائل النقل الحديثه دي بتكلفه تكلفه استثماريه تكلفه كبيره جدا. فاحنا لو اعتمدنا فقط على ثمن التذكره او حتى القطر السريع زي ده يعني البضاعه كمان معانا برضه هتبقى قيمه التذكره عاليه شويه. علشان كده لازم نستغل هذه المحطات استغلال استثماري. يعني ايه استغلال استثماري؟ يعني اولا وطبعا انا طبعا بشكر كل المصريين اللي بييجوا بيقولوا لي ايه انا عندي فكره، اقول له قول، يقول لي انا عايز اعمل كذا كذا، اقول له قديمه. طب قديمه ليه؟ احنا الحمد لله لما قعدنا زي ما قلت كده من يوم ما جيت الوزاره قعدنا عملنا خطه محكمه جدا عرضناها على سياده الرئيس، صدق عليها، صدقنا من الحكومه، بدانا ننفذ فيها. هذه الخطه مستقاه من فكر الناس، احنا ما احناش بعيد عن الناس، احنا بنقول احنا عندنا حجم طلب، عندنا مشاكل معينه، عندنا امكانيات معينه ما نقدرش نتخطاها ونحلم كتير بسرعه، عندنا 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 زائد عندنا تكلفه ماليه موجوده، طب احنا عايزين ننمي وارداتنا، طب نعمل ايه؟ حد يقول لي نعمل اعلانات، بنعمل. حد يقول لي طب نعمل اعلان على ظهر التذكره، طب بنعمل. طب الشاشه اللي بتعرض الواي فاي واللي بتعرض مش عارف اسف ال 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 الماده العلميه او الماده الاعلاميه او الاعلانيه موجوده في ال ار تي او في القطر السريع او في المونوريل او تعمل حاجات يعني مدفوعه الاجر، بنعمل. طيب النهارده لما نيجي كمان نقول ان المحطه دي نستغل اسمها برضه استغلال استثماري واعلاني. لما اجي اقول النهارده وانا بشكرهم على الهواء الناس اللي احنا اتفقنا معاهم وتعايدنا معاهم وبمنتهى السلاسه، لما نيجي نقول النهارده في عندي كومباوند كبير جدا بينشا في اول شارع التسعين، هم سموه واحد شارع التسعين. تخيل بقى لما المونوريل ده ينزل كده وكله مكتوب على المحطه واحد شارع التسعين، وكل اللي رايح واللي جاي شايف ان ده واحد شارع التسعين، واحد شارع التسعين ده هو الاسم الكومباوند اللي موجود. لما انا اسمي المحطه باسم الكومباوند، هم دول اتبرعوا يعملوا محطه من عندهم، هم دول اتبرعوا يدفعوا ثمن المحطه 6 مليون يورو. 6 مليون يورو، بشكرهم على الهوا، 6 مليون يورو، صحيح خدنا منهم مليون والباقي بالتقسيط مش مشكله، ولكن 6 مليون يورو من تكلفه المحطه. عشان ايه يعني ادوا المبلغ ده ايه 6 مليون يورو؟ مقابل ان انا بسمي له المحطه باسمه، او لما اسميه النهارده مثلا الجامعه الكنديه، او اسميه جامعه مصر، او اسميه النهارده امبارح طبعا المهندس احمد السويدي برضه مشكورا هنسمي محطتين في ال ار تي عنده، محطه السويدي ومحطه ثانيه محطه الجامعه او الكليه التكنولوجيه. هيدفع ثمنها؟ طبعا طبعا. والراجل امبارح قدام هيدفع كام السويدي؟ قدام سياده الرئيس، وكان طبعا عايز يدفع بالجنيه المصري، قلت له لا زيك زي الباقيين باليورو. باليورو طبعا. الاستاذ طبعا يعني ياسين منصور برضه بقول اسمه على الهوا، تعايدنا معاه برضه علشان المول بتاعه اللي في اكتوبر والكومباوند بتاعه نسمي المحطه باسمه. يعني احنا ياسين منصور هيدفع باليورو طبعا، كله باليورو طبعا. لا عدا 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 في جامعات مصريه، يعني جامعه مصر، جامعه اكتوبر، الحاجات الجامعات المصريه طبعا برضو، مؤسسه الاهرام برضو لها جامعه في اكتوبر. نعم. الكلام ده لما اتعاقدوا معانا فعلا، بس خدنا منهم بالجنيه المصري لانه طبعا هو مصري والاهرام دي يعني جنيه مصريه، فاحنا خدنا منه بالمصري. والله بشكر سيادتك سمع الوزير، اتفضل. فالمهم طبعا لازم نسمي المحطات دي باسماء اشهر معالم في المنطقه اللي مر بيها ونسميها باسم المعلم ده. هو هيستفيد من الناحيه الاعلانيه، واحنا هنستفيد برضو جزء من تكلفه المحطه ونعمل دخل زياده، عشان زي ما قلت لحضرتك ان الوسائل الحديثه دي هتبقى تذكرتها غاليه شويه. طب المحطه نفسها بقى كمكان وبهو، حضرتك شرفتنا في عدلي منصور. نعم. لو رحت عدلي منصور ان شاء الله بس بعد شهر، اولا لما حضرتك طلعت فوق في عدلي منصور عشان ننزل على القصر بتاع طلجو، لقيت فيه محلات ولقيت فيه مطعم وفود كورت والكلام ده كله موجود في الصاله اللي بره بالظبط، ويمكن هنا كمان بالظبط كده. الصاله الكبيره بقى اللي تحت دي كلها لو حضرتك رحت بعد شهر هتلاقي مكان اي تي ام بتاع كل البنوك فيها. هتلاقي الفينرج ماشين، المكان اللي هو بيبيع البيبسي بقى والكوكولا والحاجات يعني المشروبات والحاجات والبسكوتات والكلام ده هتلاقيه موجود في الصاله. طب الكلام ده كله بنعمله ليه؟ عملنا تعاقدات معاهم؟ عملنا تعاقدات معاهم. جابت قد ايه لحد دلوقتي؟ يعني
يعني احنا حتى هذه اللحظة المحلات، انا عايز اقول لحضرتك ان منطقة المحلات اللي في قدام عدل منصور اتعايدنا عليها مع الجراج اللي تحتها، لان احنا عاملين جراج تحتها ب 42 مليون جنيه في السنة. كويس. 42 مليون جنيه في السنة. طب هل هو ده نهاية املنا؟ لا، ده احنا هنزود ونزود ونزود زي ما اقول عشان نزود الدخل، سواء لهيئة الانفاق اللي بتدير وسائل النقل الكهرباء، او حتى للسكة الحديد اللي بتدير السكة الحديد، عشان ما نحملش على ثمن التذكرة ولا على الراكب شوية. يعني سيادة الرئيس دايما بيتكلم على التوطين، توطين الصناعة في مصر، ومن كام يوم حضرتك ايضا كان في توقيع عقد فيما يتعلق بقطارات ومع التالجو الاسبانية. ايه اللي تم في هذا الامر؟ واحنا هنصنع العربيات دي هتبقى في مصر؟ يعني يبقى مصانعها في مصر او مصنعها موجود احنا اللي هنعمله؟ الموضوع ده موضوع مهم جدا، وانا قلت لما اتسالت من خلال يوم او اتنين اللي فاتوا دول، الموضوع مش ان انا تعبت على 7 قطارات نوم، دول ممكن نجيبهم من اي حته. صحيح تكنولوجيا طالجو، تكنولوجيا محترمه واصبحت موجوده عندنا وقطارات فاخره، والناس بتتفاوض معانا برضو بحب وبيخفضوا التكاليف ولكن الاهم من كده ان احنا نقدر نجتذب شركه طالجو الاسبانيه العالميه ان هي تشاركنا على مصنع، ايضا مع شركه مصريه مملوكه للقطاع الخاص وفيها جزء حكومي، يعني فيها جزء المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس وجهاز الخدمه الوطنيه، ده جزء حكومي ولكن جزء صغير، مع بقى سام كريت مصريه، مع اوراسكوم مصريه، مع ابناء حسن علام مصريه، يعني قطاع خاص مصري.